الناس لو سمحتوا في الطرقة، لو سمحتوا، اللي مش عايز يحضر المحاضرة يتفضل، واللي عايز يقعد يتفضل. في الأنيميا يا دكاترة، احنا النهاردة بنشوف سيمتوم لأمراض تانية، سيمتوم لأمراض تانية. يعني هيجي لك المريض بيبقى بيشكي من حاجة، والأنيميا ديت جزء من او سيمتوم من المرض اللي هو الاساسي اللي عنده. يعني زي مثلا هارت فيلير، عنده هارت فيلير بس هو انيميك في نفس الوقت، خدت بالك؟ فانت مش هتقعد بقى تقول انا هعالج الانيميا بغض النظر عن سبب اللي عامل الانيميا دي، انت لازم تدور على سبب للانيميا. خلاص، مش هتبدا بقى تقول انيميا خد كذا اي حاجه والسلام. الانيميا انواع زي ما انتوا اكيد عرفته قبل كده في المواد التانية. خلاص، فأنا بداية هشوف دلوقتي المريض بتاعي بيشكي من أنيميا ليه. هو إيه أنيميا؟ يعني إيه أنيميا ده كده؟ أنيميا يعني إن هيموجلوبين قليل عن النورمال، أو إنه السايز بتاع الريد بلاد سيلز قليل، يا كده يا كده، أو إيفن السايز كبير برضو، ديفرنس في السايز. أنتوا أخدتوا أكيد مايكروسيتيك وماكروسيتيك انيمياز، خدت بالكم؟ بس الثابت في الانيميا يا نقص الهيموجلوبين يا اما نقص عدد الريد بلاد سيلز ديت. يبقى انت في الصوره بتاعه الدم اللي هي البلاد بيكتشر، انت بتدور على حاجتين مهمين، الهيموجلوبين والنمبر بتاع الار بي سيز، تمام؟ وبعد كده بقى بتشوف ابنورمال سيلز، لان في خلايا ذو حجم كبير قد تظهر في صوره الدم زي الميجالوبلاست، عارفينها؟ تمام. فانا من اهميتي كدكتور ان انا ابص على التقرير كويس جدا، واقعد ادور على سبب لهذه الانيميا، ما اقعدش بسرعه هيجيلي المريض بصوره الدم دي البلاد بيكتشر، وبناء عليها اروح كاتب يلا خد الدواء دوت. كلام ده غلط وهيطلع دكتور مش كويس. خلاص، فارجوكم ركزوا كويس. ده حتى هتشوفوا مثلا نوع من الانيميا اسمه ماكروسيتيك انيميا، ريد بلاد سيلز قد كده ولها اسباب مختلفه، فانت من واجبك تدور، دي ممكن تكون فوليك، دي ممكن تكون بي 12، هيفرق كتير كلينيكال الشخص اللي جاي بي 12 او اللي جاي بفوليك كلينيكالي، تمام؟ فانا مش عايز دلوقتي ندخل دلوقتي المريض جاب لي تقرير بانيميا يلا خد حديد. اكتر حاجه الدكاتره بيعملوها دلوقتي بغض النظر دي ايه بالظبط، يا شفايفك بيل وما اعرفش ايه، انت انيميك خد حديد يلا، تمام؟ انا دكتور شاطر ومفيش قدي، وانتهت. ويكون عنده انيميا لسبب اخر، ويكون عنده مشكله تانيه وديزيز تاني هو اللي عامل الانيميا ديت، وانت المفروض كنت تصلح هذا الكلام وتدور على سبب. اذا شعار محاضرة النهاردة، دور على سبب، دور على سبب بليز. مش يجي لي ويقول لي واحد كتير قوي كتير قوي عندي مش عارف حرقان في اليورين، يلا يورين اناليسيز، يلا اديك انتبيوتك كذا، بلاد بيكتشر انيميا، يلا شوية حديد، يلا مش عارف ايه، دكتور تجاري ايه ده؟ طيب لسه برضو ما زلتوا عابسين ولا تبتسموا ابدا في المحاضرات، لسه نفس الستايل هو ما اتغيرش، تمام؟ انا ما بحبش الكلام ده، الله يخليكم. كم محاضره دول نبتسم، بس نبتسم حتى لو من وراء قلبنا. كتير تبقى بتعمل حاجات من وراء قلبك، اعملها عشان تفرح اللي قدامك مش اكتر، خلاص؟ حتى لو بتكرهه، اوكي؟ ايه اسباب بقى الانيميا اللي انا ممكن افكر فيها وذهني يفكر فيها؟ عشان كده بنقول نشخص، ان يبقى في بلاد لوس، ده عمال يفقد كتير قوي على فكره الحته ديت، كتير قوي، يبقى عنده ايرن ديفيشنسي انيميا بسبب ان في اوكالت بلاد في الجي اي تي، خدت بالكم؟ يكون عنده بيبتيك ألسر، ويكون في بليدنج من البيبتيك ألسر دوت، وشويه بلاد موجودين في الجي اي تي اوكلت كده مستخبيين ودار، خدت بالك؟
انت ما كلفتش نفسك تدور على سبب، لو كنت عملت منظار كنت هتشوفهم وهتشك ان ده يكون بيبتك ألسر مثلا. يبقى فيه كرونيك بلاد لوس، ومش لازم البلاد لوس يبقى حاجه اكسترنال، يعني ممكن يبقى انترنال، مش كده ولا لا؟ تمام. واحد عنده مثلا بون مارو، مشاكل البون مارو، بون مارو ديبريشن، ده انت خدت قريب انه مثلا كتيره عنده اوستيومايلايتس. هي ايه الاوستيومايلايتس ديت؟ ما هي انفلاميشن في البون مارو، اوستيومايلايتس، مايل اللي هنا ده اللي هو المارو. انا عندي تو ماروز، البون مارو واللي هو السباينال، واخدين بالكم السباينال كانال نقول مايلايتس، التهاب في السباينال كورد. يعني كلمه مايلايتس ديت يا على البون مارو يا اما على السباينال كورد. فانا عندي اوستيومايلايتس، التهاب في العظم وبيبقى فيه بص وحاجات زي كده في بون مارو ابنورماليتي مثلا، دور عليها، دور على حاجه زي كده. هيموليسيس، ايه اشهر حاجه سمعتوا عليها في الهيموليسيس؟ سندروم في طفل كده هوت، ويا ويل حد يجي له الحاله ديت. اسمها ايه الحاله اللي يبقى فيها هيموليسيس للبلاد وانت ما كنتش عارف، ماما ما قالت لكش على حاجه مهمه حصلت زمان والطفل صغير ما قالت لكش عليها وخبتها الشريره ديت. عايز تقول ايه؟ لا لا، سباينا بيفيدا دي ورا شق كده في، لا مين يقول لي مين هيموليسيس؟ هيموليسيس لولد هتشوفوه طفل صغير في الاطفال، يجي لك ماما تقول لك ده وهو صغير ايه عمل حاجه كده هو، لقيت اليورين كله زي احمر يا دكتور، احمر احمر، رنيم، ففز من سقف لها البنت الشاطره ديت، هايله، برافو عليها. انيميا الفول اللي هو اسمها ايه ميديكال ديت ايه؟ ففز جي 6 بي دي، صح، ما كانتش عارفه الام من عنده جي 6 بي دي. المفروض انت كنت تديها لسته كده، كارت كده هوت فيه ادويه، الادويه دي اوكسيدنت، كنت اقول لها يا ماما لو جيتي كشفتي بعد كده لابنك عند اي دكتور لو سمحتي بيني له هذا الكارت ووريه له. تمام. يعني لما تجي لك حاله وماما كده اهوت بتديك كارت وتقول لك بص عليه، قول لها ابعدي ابعدي انا ما عنديش وقت، دي كانت هتقول لك حاجه مهمه، صح ولا انا غلطان؟ عشان الادويه اللي مكتوبه في الكارت ديت لو كتبتها هتعمل اوكسيديشن للريد بلاد سيلز الناقص فيها الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز انزيم لهذا الولد، مش كده ولا لا؟ تمام. يبقى بالتالي الهيموليسيس من الحاجات، الانفكشنز عموما اي انفكشن بيبقى ستريس، ستريسفول كونديشن، والتشو بيبقى محتاج لبلاد كتير وسبلاي لبلاد كتير، اكيد هيبقى في انيميا مع اي انفكشن. فاهمين ازاي يا دكاتره؟ يعني لما يبقى واحد عنده انفكشن، انت شفت تونسلايتس مثلا وهو انيميك، ما تقعدش تقول ده انيميك يلا خد اير، ويبقى الايرن كويس. انت كان لازم تعرف ان هو علشان في انفكشن هو انيميك. انتوا فاهمين ولا بتقولوا كده وخلاص؟ انتوا ما قلتوش حاجه اساسا. فاهمين؟ يبقى بالتالي في حالات الانفكشن بيبقى فيه انيميا، حالات المالجنسي طبعا طبعا اكيد كانسر وبيروح سبريدد وممكن يبقى سبريدد للبون مارو، اكيد هيكون فيه بتاع ده انيميا. تمام. غير الميتابوليزم العاليه دي انسجه جديده محتاجه لبلاد سبلاي كتير، هيبقى في انيميا طبعا. بريجننسي برضو من ضمن الحاجات، عشان بس الميتابولايت يعني يبقى نورمال، وعنده عندي اللي هو اندوكراين، في ايه الهرمونز اللي لها علاقه بالبون مارو وتحفزه وتقول له اعمل اريثروبويسز؟ مين؟ الاندروجين سواء في الميل والاستروجين في الفيميل، عن السكس هرمونز، ايه كمان؟ الجروس هرمون والثايرويد هرمون، دي هرمونز لها علاقه بالبون مارو بتحفزه عشان يعمل اريثروبويسز. فاهمين؟ فبالتالي يبقى الاندوكراين. الرينال فيلير، ايه علاقه الكدني لما تبقى تعبانه بان يبقى انيميك؟ ايه اللي يخلي واحد بيجي لك المستشفى بيعمل غسيل كل فتره، خدت البالكو، هيمو داياليسز ويبقى انيميك؟ مين يقول؟
هتقولي اه اه ايه هي الكيدني سورس للريد بلاد سيل؟ يا لهوي يا لهوي اوعى تزعل. اه قول عبد الرحمن اعتقد ولا عبيده؟ عبيده اللي هو دلع عبد الرحمن. يس برافو سقفوا له هذا الدكتور الشويتين مش كده؟ بتروح تحفز البون مارو عشان يعمل اريثروبويسيس. لما تبقى الكدني تعبانه الاريثروبويتين ده هيبقى مش موجود وبالتالي هيكون في انيميا نتيجه نقص الاريثروبويسيس. ده بجانب كمان مريض الرينال فيلير اللي بيعمل دياليسيس غسيل غسيل غسيل. ده انا بطلع دمه واخدين لبالكم ونضفه من اي مواد توكسين ورجع الدم تاني. قد يحدث في هذه العمليه غسيل غسيل الكلى بيسموها. انت ما بتغسلش الكلى انت بتغسل الدم واخدين لبالكم. في الكلام ده بيحصل لص لشويه ريد بلاد سيلز كتيره في الجهاز بتاع اللي هو بيسحب البلاد. يعني اثناء الهيموداليسيس بيبقى فيه لص برضو للبلاد بجانب طبعا ولا شك نقص الاريثروبويتين زي ما قلنا. اي ديزيزز ثانيه نمبر اوف ديزيز ثانيه بيبقى معاها هنشوف امراض كتير بيبقى معاها انيميا. كمان الدراجز بتاعتنا بقى كفارما مين الدراجز اللي خدتوها بتاذي البون مارو ومين في دراجز تعمل هيمولاتيك انيميا؟ مين يقول لي واحد من هنا واحد من هنا؟ اه اللي بيعمل بون مارو ديبريشن تقى كانت عايزه تقول المره اللي فاتت في السؤال اللي فات. اه يبقى هلا ممكن اه كلورام فينيكول يعمل بون مارو ديبريشن. طب مين يقول لي حاجات تعمل هيموليسيز اللي هي بتاعت الجي 6 بي دي رنيم اللي قالتها؟ مين يقول لي ايه الدراجز في ليستت في ليستت الكارت اللي مع ماما دوت اللي هتديه ليك كدكتور عشان ما تكتبهاش الادويه ديت؟ اه يا دكتور سلفونومايد برافو سقفوا له الولد ده شاطر هايل. مين تاني كمان في ادويه شهيره خدتوها في الانتي بايوتيك او في الانتي حاجه انتي حاجه خدتوها ادويه شهيره جدا لما تروح دوله فيها ايه مرض؟ اه اه شهيره قوي. اه ايوه برافو عليك يا فظيع اللي قال هنا انت ايه؟ انت ملاريال صح برافو عليك. سقفوا له الولد ده برضه مع انه كان بيغش في اخر امتحان تمام. فيبقى بالتالي التوكسيك توكسيك دراجز على على البتاع ده هو كان بيغشش او حد بيغششه حاجه من كده يعني. نيوتريشنال بقى ديفيشنسي زي ما هنشوف النهارده الايرن وبي 12 والفوليك اسيد يعملوا ايه علاقه الايرن بالموضوع؟ طبعا لان الايرن داخل في ايه بقى؟ قولوا لي من فيسيولوجي بتاعكم ده. ايوه يا رانيا اه راما سوري هيموجلوبين صح. مين بقى اللي بيدخل في الهيموجلوبين الفرس ولا الفرك؟ لان ده مهم بالنسبه لي الفرس برافو. امال ليه الفرك يعني؟ فرك ده كخه اه الفرك ده ما ينفعش يدخل في تكوين الهيموجلوبين. لو الهيموجلوبين فيه فرك ما بيعمل ايه يا يقين؟ لا مش يقين اه برافو عليك سقفوا لها هايله برافو شاطره جدا تمام. قمر باين اسمك؟ لا نسيت اسمك سلاف بالظبط تمام. يبقى الفرك unable to carry oxygen ما بيحملش اكسجين فرس carry oxygen. اوكي يا دكاتره طب ايه علاقه بي 12 والفوليك بالموضوع؟ بيعملوا ليه انيميا؟ اه مين يعرف؟ اه لا انت قلت جاوبت خلاص مش كده؟ اه يا دكتور الدي ان ايه هايل برافو سقفوا له الدكتور دوت شاطر. الدي ان ايه البيورين والبيرميدين بيزس اساسهم فوليك اسيد وببقى محتاج لكمان بي 12 علشان اجيب البيورين والبيرميدين بيزس. ولو مش موجودين ولو مش موجوده دي ان ايه ريد بلاد سيل يبقى شكلها ازاي؟ يبقى شكلها ازاي؟ صغير كده وكونكيف ولا تبقى كبيره وفيها نيوكليس ولا ما فيهاش نيوكليس؟ اه لو هي ما كونتش دي ان ايه هتبقى شكلها ازاي؟ لو هي اماتيور اه تبقى السيل صغيره ولا كبيره؟ صغيره ولا كبيره؟
نجيب انهي سايز، انهي سايز يا دكاتره؟ يا دكتور انت كبيره، برافو عليك. كبيره حبه صغيره ولا حبه كبيره قوي؟ ولا ضخمه عملاقه كومبو يعني؟ ميجالو، ميجالو كبيره قوي مش كده ولا لا؟ ميجالو بلاستيك انيميا. تمام، لازم النهارده نعرف ان نحاول نفرق بقى بين بي 12 والفوليك اسيد. النهارده مهم جدا، لو انت الشخص ده انيميك وعملت له صوره دم وطلعت الميجالو بلاست، يا ترى بي 12 ولا فوليك؟ هي ده، هو ده اللغز اللي عايزين نحله في محاضره النهارده وبكره. تمام، مين يعرف لي يفرق بين بي 12 وفوليك اسيد ديفيشنسي؟ ده مهم كلينيكال عشان قرارك هتدي بي 12 ولا هتدي فوليك هيختلف كتير جدا. هذا القرار اعرفوا، اذا في قرار سيؤخذ، يا ترى هندي بي 12 ولا فوليك؟ وانا عندي اهي دراجز. وما ننساش برضو نوع من الانيميا هنجيب سيرته، هو السيكل سيل انيميا، اللي هي انيميا بقى الريد بلاد سيل بتبقى عامله زي الهلال كده، خدت بالكم؟ ماشي. ودي طبعا خليه ما بتقدرش تجري في الشرايين والاورده وتلاقي البلاد فيسكس قوي لانها بتتراكم كده، ما عندهاش القدره تجري زي كرات الدم الحمراء اللي ربنا خلقها العاديه اللي هي الباي كونكيف، خدت بالكم؟ اللي عامله زي الطبق العادي جدا جدا. هنشوف السيكل سيل انيميا دي كمان ايه حكايتها معانا. تمام يا دكاتره، تعالوا بينا بقى للايرن ونشوف الايه الجزء اللي هو دوت مهم. هتقولوا ده بايو او فيسيولوجي، اقول لكم انا في الفارما يهمني عايزه في حاجه، تمام، مهم في حاجه عايزها خلاص، عشان الناس اللي تقول ده بيشرح لنا فيسيولوجي ولا ما اعرفش ايه والكلام الفاضي اللي انتم مش عارفينه ده. انا باخد ايرن في اليوم من 5 ل 15 مللي جرام ديلي ايرن في اليوم، تمام، او حتى من 10 ل 20 مللي جرام غالبا، ده كميه المتوسط بتاع كميه الحديد اللي انا باخدها يوميا. هل بقى كل هذه الكميه بتمتص؟ لا، نخلي بالنا كويس قوي ان انا دلوقتي غالبا باخد فرس وفرك. طيب اذا اخدت فرس يبقى حظي الحلو، لان عايز اعرفكم ايه الفرق بين الفرس والفرك كلينيكالي، وده اللي يهمني. الفرس هو اللي يقدر يعدي من برينز، الفرك ما يقدرش. الفرك دايما يمسك يا دكاتره في بروتين، فاهمين ازاي؟ ما يقدرش يمسك، ما يقدرش يعدي، ما يقدرش يبقى باست. عشان كده انا عايز الصوره من الايرن اللي تمتص هي الفرس اللي هو بلس 2 دوت، تمام. طب افترض اني انا اخدت فرك، الفرك ما يمتصش، طب اما الفرك يمسك ايه؟ زي ما قلت لكم دايما يمسك في بروتين. فالفرك لو هو في الاكل، خدت بالكم، ممكن جدا هيجي يرتبط شويه منه يخرجه وشويه منه وشويه منه يبقوا ريديوزد لفرس، والفرس يروح داخل، شايفين الميوكوزا بتاعه الانتستين يا دكاتره اللي هي الاخضر ديت، شايفين الميوكوزا السيلز؟ تمام، شايفين الميوكوزا السيلز؟ اذا اخدت انا فرس، الفرس يقدر يدخل خلايا الانتستين ديت ويتحول الى فرك، يعني يبقى اوكسيدايزد. لو انا هحول فرس لفرك بعمل اوكسيديشن، العكس يبقى ريدكشن، خلاص. فانا دلوقتي خدت فرس، عايز اقول لك ان 10% بس هو اللي بيمتص، 10% من الفرس هو اللي بيمتص. طب اكلت كتير ايرن؟ 10% بس، او اقصى حاجه 20%، خلينا يلا كرمة وناخد 20% هم اللي يمتصوا. طب افترض انت قلت للمريض خد ايرن عند اللزوم، خد على قد ما تقدر، عارف لو لقيت ايرن في اي مكان خده مش هيخسر. لا، غلط المعلومه ديت.
ده مرض السيفيريتي بتاعته لا تؤثر على كميه الايرن اللي ايه اللي هتمتص. مهما كان المرض شديد، مهما كانت الايرن ديفيشنسي شديده، اقصى ليميت لامتصاص الحديد 20%. خلاص. طب افترض انا واكل ايرن كتير، فرس كتير، ايه اللي هيحصل؟ ممكن الفرس ده يبقى اوكسيدايزد لفرك، بس طبعا بعد ما يكون عدى الميكوزا السيلز، دخل الميكوزا، جوه الميكوزا الفرك يمسك في بروتين اسمه ابو فرتين، ابو الفرتين، تمام؟ مش اخو فرتين ولا امه فرتين ولا ابو فرتين. خلاص. ابو فرتين ده يبقى مخزون جوه الميكوزا السيلز. طب احتجت انا دلوقتي ايرن، انا ما عدتش اكل، حرموني يا عيني الناس من الحديد وما عدتش اكل ايرن، المخزون ده هو في ابو فرتين، في ايه؟ فرك ولا فرس؟ في فرك، ما الفرك هو اللي ماسك في البروتين. عايز انا شويه حديد، اعمل ايه بقى؟ اعمل ريدكشن، الفرك يتحول الى فرس فيقدر يعدي السيل ممبرين ويقدر يدخل الدم. واخدين لبالكم؟ اهو شايفين الصوره اللي هي بتكروس اي ممبرينز، هي الفرس، تمام؟ طب جوه الدم، جوه الدم انا دلوقتي هبدا اشكل بقى، عايز الايرن ده في ايه؟ فلازم احطه برده في بروتين مره تاني، فاعمل له اوكسيديشن لفرك يمسك في بروتين في الدم، يبقى اسمه ايه؟ ترانسفيرين، بروتين بيمسك حديد ثلاثي زي ما انتم شايفين اللي هو الفرك، خدت بالكم؟ ويبقى في صوره اهو الترانسفيرتين. ترانسفيرتين ده بيروح بقى ايه؟ يروح للسبلين والليفر. عايز حديد يا سبلين والليفر؟ عايز، يلا هات لنا شويه. طيب هروح للهيموجلوبين، عايز حديد، يلا خد. خدت بالكم؟ بس لازم الهيموجلوبين ياخده ايه؟ لما يتحرر الفرك لازم يبقى ريديوسد الفرس، عشان انا هيموجلوبين بتاعي لازم يشيل فرس ايبل تو كاري اوكسجين، تمام؟ السيتوكروم بي 450 اللي هي الانزيمات بتاعه الميتابوليزم دي برضو بتحتاج ايرن، لان فيها زي الهيموجلوبين محتاجه الى الفرك ايرن، برضو خدي يلا فر، خدي حديد، تمام؟ عايز اي مكان، عايز بتاع ده هوت يبدا ياخد يا دكاتره البادي ستورز او البادي تيشو اللي بتخزن الحديد، هي الليفر والسبلين. في رسمه تاني جميله برضو في الصفحه التانيه اهي، بتبقى احلى من الصفحه اللي فاتت دي. بصوا اهو، ادي اهو في الليومن اهو يا دكاتره، خدت بالكم؟ انا واخد دلوقتي الحديد واخده في صوره فرس، واخده في صوره فرس، ممكن يبقى اوكسيدايزد للفرك بايه بقى؟ ايه الاسيد؟ وده سؤال مهم، اهداف الفارما مهم، تمام؟ الاتش سي ال والاورجانيك اسيدز هي اللي بتعمل اوكسيديشن لفرك، بس في اسيدز بقى تانية زي الاسكوربيك اسيد، ده بيعمل بقى العكس، بيختزل الفرك لفرس، تمام؟ بصوا بقى الفرس اهو، هو اللي قدر ده ما يقدرش يعدي من برينز اللي هو الفرك، لا الفرس قدر انه يعدي، تمام؟ طب هقول انا دلوقتي هاخد فرس في اقراص حديد، لو خدت قرصين ثلاثه نسبه الحديد تزيد امتصاصها، خصوصا ان انا عندي انيميا شديده؟ لا هي في ساتيورابيلتي لقدره الايه؟ الحديد ان هو يمتص، مهما كان عندك انيميا هيمتص زي ما قلنا اقصى حاجه 20%. ماشي يا دكاتره؟ المهم بقى ادي الفرس دلوقتي دخل الميوكوزا السيلز، جوه الميوكوزا اقدر اخزن الحديد، بس اخزنه مش في صوره فرس، اخزنه في صوره ايه؟ فرك، فيمسك اهو في الابو فرتين ويبقى في صوره فرتين، الفرتين هو المخزون النهائي، تمام؟ الفرك بعد ما مسك في الابو فرتين بقى فرتين، لما يبقى في الدم ما بسموهوش بقى فرتين، اسميه ترانس فرين، تمام؟ طيب انا جسمي محتاج لاير،
هبقى محتاج ايه، فرس ولا فرك؟ عشان يقدر يعدي، عشان يقدر يعدي انا محتاج ان يحصل ريدكشن للفرك عندي جوه خلايا الانتستين، في سيستم اسمه الفيرو ريدكتيز يعمل ريدكشن للفرك الى الفرس، والفرس يقدر اهو يعدي الناحيه الثانيه لان هنا ده سيل ممبرين، يقدر يعدي ويبقى اسمه بقى ايه هنا ترانسفيرين. خدت بالكم اللي هو بعد ما دخل الدم بقى في البلازما ممكن يتحول الى فرك اوكسيدايز ده اهو علشان يتخزن برضو في الدم. اذا الصوره بتاعه الحديد المخزونه في الميوكوزال سيلز هي الفرتين اللي ناتج من الابو فرين، ابو فرتين مع الاير، تمام، مع الفرك. خلاص في الدم بقى صوره الحديد اللي ماسكه الفرك هي الترانسفيرين. ترانسفيرين بقى شوفوا راح فين بقى، راح للسبلين والليفر، راح للسبلين والليفر، راح يتخزن هناك، ولما يتخزن هناك على فكره يبقى اسمه هيموسيدرين. يبقى اسمه ايه؟ هيموسيدرين. كتير قوي انت تدي اكسسيف دوزس من الايرن، او يبقى الايرن في دم المريض كتير، ده خطر، ده خطر. ايه خطوره الايرن انه يترسب في التيشوز؟ ده ممكن يعمل على فكره ممكن يعمل تليف للليفر وللبنكرياس كمان، ويدخل في دايابيتس سكندري للهيموسيدرين ده، والهيموسيدرين ده ممكن الايرن ده يترسب في العضلات، عضله القلب ممكن يبقى فيها، يعني الحديد اللي في الانسجه متخزن اسمه هيموسيدرين. ماشي فاهمين؟ لكن طبعا هيروح اكيد للبون مارو، هيروح للماسل زي ما انتم شايفين المايوجلوبين، هيروح للسيتوكروم بي 450 انزيم. كل حد عايز حديد اهلا بيه ياخد الحديد زي ما هو عايز. برضو هيدي رسمه بطريقه تاني علشان توضح لكم اهو كام النسبه اللي هتمتص يا دكاتره ابزورب قد ايه، من 10 ل 20 مللي جرام ديلي ايرن في الاكل، 1 ل 2 مللي جرام. حتى لو زودنا طيب وخدنا قرصين ثلاثه، برضو حتى لو اخدنا قرصين ثلاثه هيمتص النسبه اللي هي 10 ل 20%، مش هيبقى فيه مور زان 20% من اللي انا اخدته. خلاص. وعلى فكره الفقدان او اللص للايرن في اليورين بيبقى بنفس الكميه، يعني انا امتصيت من الاكل 10 ل 20% برضو هخرج نفس الكلام 10 ل 20% من الايرن اللي في الجسم، تمام؟ يعني من 10 ل 20 مللي جرام اكلتهم همتص 1 ل 2 مللي جرام، وهخرج برضو 1 ل 2 مللي جرام. ماشي يا دكاتره؟ الحته دي مهمه في الادويه. اذا تعالوا بقى نشوف دلوقتي اهم اسباب بقى الايرن ديفيشنس اللي هنديها فعلا ايرن. انا محتاج ان ابقى فاهم ان الايرن ديفيشنس اهم حاجه ليها البلاد لوس، اهم حاجه. ودور دايما، دور دايما لو انت شخصت ايرن ديفيشنسي انيميا انك عملت ايه؟ ايه اللي تعمله عشان تشخص ايرن ديفيشنسي انيميا؟ هتعمل هيموجلوبين، هتعمل الفرتين، نسبه الفرتين اللي في الدم قد ايه، تمام؟ في حالات الكورونا اللي كانت بتيجي كان بيبقى فيه لو فرتين مع الانفكشنز ديت، الكورونا بالذات كان بيقلل الفرتين جدا. خلاص. ده معناه ان الستورز اوف ايرن، اول ما تقول لو فرتين يعني الجسم ما فيهوش فرتين، الجسم السورس اللي انا كنت هجيب منه ايرن قليل، المخزون قليل. خلاص. يبقى لازم تعمل الفرتين. وطبعا حجم الريد بلاد سيل هيوحي لك، هيوحي لك مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا، اكيد هيوحي بان ده ايرن ديفيشنسي انيميا. خلاص. المهم دور على السبب، دور على السبب. بس طالما وصلت انه فعلا في نقص حديد انت هتدي حديد، كان دور على السبب. في بلاد لوسز، اتفضلوا، في بلاد لوسز سواء اكيوت او حتى كرونيك. اكيوت فجاه حصل بقى اتاك اوف ان هو نزف نزيف شديد، او كرونيك زي في حالات زي ما قلت الايه البيبتيك ألسر اوكلت بلاد، تمام؟ عشان كده بنقول انه ال نسبه الايرن اذا كانت في الستورز اهو نيجاتيف ايرن بالانس، تمام، هي ناتجه من كده، يا اما انك انت الستورز قليله، يا اما ما بتاكلش بقى، يا اما ما بتاكلش. لازم تاخد هيستوري كويس، ومش تقول للمريض زي ما دايما متعوده الدكاتره
تسأل انت ما بتاكلش حديد، انت ما بتاكلش لحمه، انت ما بتاكلش مش عارف ايه حاجات خضره، انت ما بتاكلش، هيقول لك ما باكلش. خلي سؤالك دايما غير مباشر، قل لي طبيعه اكلك ايه، فانت تستنتج ان هو ما بياخدش الحاجات اللي فيها ايرن. لكن الدكتور اللي يقعد يسال، هدي بتستفزني من الدكاتره هذه الجمله، هو عايز ايرن ديفيشنس انيميا، ايرن ده فين؟ ولا الحاجات الخضراء الخضار والحاجات الخضراء فيها حديد، اللحمه الحمراء فيها حديد، مش عارف ال ايه تاني، الايرن نفسه التمر والحاجات ديت فيها حديد، تمام. في واحد يقول لك انا باخد تمر كتير، اصل انا عندي انيميا. بتاكل قد ايه؟ باكل 2 كيلو تمر في اليوم. ده معناه ايه؟ انا عندي انيميا ومن مصلحتي ان انا اتغذى كويس، تمام. دكتور قال لي كده، هتلاقي البلد بتاع الشخص ده اسود، الستولز بتاعته، الستولز بتاعته سودة. سودة ليه؟ الايرن. انت ما امتصش ليه؟ ما انا عندي ابيليتي 10 ل 20% والباقي نزل اسود. طبعا انت بقى تقول يا لا ده اسود يبقى فيه بليدنج، تعال نعمل لك منظار على الجهاز الهضمي، انت عندك ورم في الجهاز الهضمي، عامل نزيف والنزيف بيتخزن في الستولز وبيعمل الستولز السودة ديت. انا دكتور شاطر مفيش مني حد خالص، وتعمل له منظار ولا تلاقي فيه حاجه، انما هو اوكل، هو ليه اسود؟ بياخد كميات رهيبه لكن ما بتمتصش، لان ده طبيعي ان هو ما يمتصش غير 10 ل 20 زي ما قلنا في المية. يبقى لازم ابقى عارف دلوقتي هعمل الحاجات ديت، وفي نفس الوقت ممكن يكون السبب يا اما الستورز قليلة زي ما اتفقنا، يا اما ان هو ما بياخدش في الاكل كميات كويسة من الايرن، تمام، ما بياخدش الحاجات الخضراء، اللحمة، الحاجات اللي زي كده. فانت اسأل عليها، بس قلت لك بطريقة ايه، مباشرة ولا غير مباشرة؟ indirect. ما تبقاش مباشر في زي ما بتحور في حاجات كتير، حور في سؤالك دوت، خدت بالك؟ ماشي، خليك دكتور فهلاوي شاطر كده. اهو ادي اسباب الايرن ديفيشنسي انيميا، كل الحاجات دي هتلاقوا فيها ايرن، مش انيميا بصفة عامة، لا ايرن. البريماتيور بيبي، تمام، ولد مولود قبل ميعاده، ما خدش الهيموجلوبين كفايه في البريجننس. ليه في البريجننس يبقى في ايرن ديفيشنسي؟ مع ان ماما ديت ممكن تكون بلعه الاكل كله بتاع البيت ومخلصه على الاكل كله بتاع البيت، ما بيعملوش حاجه غير اثناء الحمل ياكلوا 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 كتير 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 كتير. لكن هي دلوقتي ايه بقى في البريجننس، هي بتاكل ليه؟ ليه يبقى في انيميا؟ علشان تيشوز كبيره بقى وبيبي بينمو بميتابوليزم عاليه، ففي ريكوايرمنتس كتيره هنا من مصلحتها تزود، بس عشان ازود ال 20%، عشان ازود ال 20% اخد كتير، فال 20% يا دكتور. فاهمني؟ فاهمني ولا لا؟ لو مش فاهمين بجد؟ عن جد؟ طيب المال ابزوربشن سندروم، طبعا طبعا لو عنده اي ديزيز في الجي اي تي، الميكوزا دي بايظه فيها انفلاميشن، فيها تيومر، في اي حاجه، مال ابزوربشن سندروم. اهو قلت لك ده سؤال مهم، ده ليه مريض الرينال امبيرمنت يبقى عنده ايرن ديفيشنسي انيميا؟ يعني انا العادي افهم ايه؟ الكرونيك رينال فيلير يبقى معاه ايه اكتر انيميا بسبب ايه؟ عشان الاريثروبويتين القليل، مش كده ولا لا؟ فالاريثروبويتين ده لما يكون قليل، مفيش اريثروبويسيس، مفيش ريد بلاد سيلز كتيرة وحجمها بيبقى صغير والكلام ده. حاجة تانية أثناء الدياليسيز، أهو أثناء الدياليسيز ريزلت فروم هاي ريت، خدت بالكو ديورنج هيمو دياليسيز، وأنا بفقد دم أثناء الهيمو دياليسيز، الكدني بتطلع الإريثروبويتين في محاولة أنا هدي إريثروبويتين في محاولة إن أنشط الإريثروبويسيز، بس عشان في لص وبسحب دم كل فتره. كل مريض الهيموداليس ده اللي عنده فشل كلوي ده كل شهر ممكن يروح يعمل غسيل، تمام، فهو رايح ويعمل الغسيل ده بياخد اريثروبويتين عشان يحفز الاريثروبويسيس. تفتكروا الاريثروبويسيس هيبقى ملاحق يعمل ريد بلاد سيل ماتيور وكل حاجه، ولا هيبقى فيه شويه خلايا برضو هتبقى من الريت العالي اوف اريثروبويسيس؟ اكيد
هتطلع شويه كرات دم ايه صغيره اكيد طبعا. ماشي، زي ما انت تكون بتذاكر بسرعه بسرعه بسرعه، اكيد في النص هتفقد حاجات مهمه بتتقال مثلا في المحاضره، مش كده ولا لا؟ تمام، ما تزود الريت بتاعك. ماشي، يعني لما واحد فيكم ياخد التسجيل بتاع المحاضره ويعمله على مالتبلايد 2 ولا 3 ويسمعها بسرعه ويقول انا سمعت التسجيل الساعتين خلاهم في ربع ساعه، طبعا هيفقد، هيبقى فيه لص كتير لمعلومات لمعلومات لمعلومات. طيب عملت كمان دي الحالات دي هتقولي لي ليه مهمه؟ عشان ما اجيب لك في الامتحان اي حاجه زي كده، ما تقولش بقى لا دي صعبه والكلام دوت. لازم تبقى عارف لما انا اشيل بتاع ده جزء كبير من الامعاء والمعده، متوقع ان انا هشيل ميكوزا كتير، يعني ما اعمل جاستريكتومي اعمل ريسكشن لجزء من الانتستين هفقد ميكوزا، فهفقد امتصاص حديد، مش كده؟ خلي بالكوا كويس قوي، اكتب دلوقتي في حالات الجاستريكتومي بنعمل عمليات استئصال لجزء من المعده، ما انواع الانيميا اللي بتحصل؟ ايرن، وهناخد كمان بي 12. ليه بي 12؟ طيب لما اشيل ياسمين، برافو عليكي، قال ايه؟ لا مش سامع، برافو عليك، سأفولها، برافو عليك. تمام، الانترنسك فاكتور اللي بيستأصل، خدت البالكم، عشان امتصاص ايه؟ بي 12، برافو عليكم. تمام، طيب وحالات طبعا البلاد لوس زي ما اتفقنا، منستريشن اوكلت بلاد او كلام زي كده. هنعالج الانيميا ازاي؟ حسب بقى، هنعالجها ولا تو بريفنت، هندي الاير عشان اعالج فعلا ولا عشان اعمل بروفيلاكسز. عندي يا دكاتره خلي بالكم بقى، عندي صورتين من صور الايرن. تمام، يا اورال ايرن سيرابي هتلاقوها في الصيدليات شراب وحاجات زي كده، خلاص، يا البارنترال في المستشفى. البارنترال ده فور سيفير ايرن ديفيشنسي انيميا، للحالات اللي هي الهيموجلوبين واقع تحت 8. يعني خلي بالك، هو النورمال هيموجلوبين قد ايه؟ في الميل غير الفيميل طبعا زي ما انتم عارفين، بس اني هاو اقل من كام؟ 12 مثلا. اقل من 8 لازم من المستشفى، اقل من 8 انقله مستشفى عشان يا يتنقل له بلاد ترانسفيوجن يا ياخد ايرن بارنترال، اللي هو اشهر واحد الايرن ديكستران. الايرن ديكستران يا دكاتره يا عضل انتراماسكولار يا انترافينوس. عندي صور تانية للايرن في المستشفى، بارنترال ايرن سكروز، احط مع الايرن سكروز. او عندي كمان ايرن جلوكونيت، ده المشهور برضو ايرن جلوكونيت. خلاص، في عندي بقى صورة مهمة جدا اسمها ايرن سوربيتات او سوربيتريت او سوربيتريت سيتريك اسيد، دي ما تتخدش، اياك 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 تديها انترافينوس، دي عضل بس، خلي بالك من هذه المعلومه. ايرن سوربيتريت او سوربيك اسيد بتتاخد انتراماسكولار نوت انترافينوس. خلاص، وقبل الايرن برضو لازم تعمل السنسيتيفيتي تيست، انك تدي حبه دوز كده صغيره من الايرن علشان تشوف الالرجي هيحصل الرجي منه ولا لا، لازم تعملها. خلاص، ما نديش ايرن بارنترال والسلام، لازم نعمل البارنترال او سوري السنسيتيفيتي تيست. هروح بقى للحالات العاديه بقى اللي الايرن الهيموجلوبين قليل بس اقل من 12، ما وصلش اقل من 8، ممكن ياخد اورال ثيرابي. تمام، عندي ايرن بقى ايه في صوره ايرن او نقول بقى فرس، انت هتدي فرس ولا فرك الافضل؟ انت عايز يا ريت فرس عشان يمتص بقى بسرعه ويخلصني. تمام، يبقى فرس جلوكونيت، فرس سلفيت، فرس فيوماريت. يا دكتور، اسكوربيك معلى، برافو عليك، سأفول الولد ده. ليه احط اسكوربيك اسيد؟ عشان يعمل ايه؟ الاسكوربيك يؤكسد ولا يختزل؟ الاسكوربيك ريديوسنج ايجنت للفرك الى فرس، برافو عليك. كتير قوي نلاقي فعلا شرايط حديد فيها اسكوربيك اسيد علشان اعمل الريدكشن
من الفرك الى الفرس، خلاص، لان انا عايز الفرس هو اللي يمتص. فيقول لك الاسكوربيك اسيد بيساعد امتصاص الحديد، كيف ساعده في الامتصاص؟ حوله الى فرس، هي الصوره اللي تقدر ان هي. طب السؤال، هل بيهمك في شرايط او الاورال اير يهمك الحديد كله كله كده، ولا الاليمنتال ايرن؟ يعني ايه اليمنتال ايرن؟ يعني انا ببص دايما اقراص مثلا، بصوا كده فيها 325 فرس صلفيت كلها، بس كام من ال 325 دول في فعلا ايون اللي هو الفرس فعلا؟ تمام، فانا ابص للاليمنتال ايرن اللي موجود. بصوا كده للاليمنتال ايرن وقولوا لي اكتر حاجه بيبقى فيها اليمنتال، لان اليمنتال ده هو الاحسن. هو انت عايز ليه الفيوماريت، ولا عايز ليه الجلوكونيت، ولا عايز ليه الحاجات التانية اللي ماسكه في الفرس؟ انت عايز الفرس بس، مش كده ولا لا؟ يقول لك الفرس فيوماريت والفرس سلفيت اكتر حاجات، وهي والبولي ساكرايد اير برضو بيبقى فيه ايرن كده ماسك فيه شويه بولي ساكرايد. انت يهمك في البريباريشن بتاعه الحديد اللي موجوده في الصيدليه الاليمنتال ايرن، الحديد اللي هو ثنائي او ثلاثي الموجود في الايرن. انت يهمك فرس، تمام. فانت عندك هتلاقي رقمين على شريط الحديد، تبقى فاهم ده ايه وده ايه، اللي ما بين قوسين ده، او يكتبه لك كده شركه الادوات، يكتب لك الصوره دي فيها اليمنتال ايرن قد ايه، تمام، كام يعني، خلاص. هو ده اللي يهمني انا، ممكن اجيب اي ايرن بريباريشن، بس كام فيهم. لو عندي ثلاث مندوبين شركات ادويه بره وبيتخانقوا وعايزينك كدكتور تكتب المنتجات بتاعته، ده يقول لك هديك عربيه يا دكتور، وده هيقول لك هديك شقه، وده هيقول لك هديك اي حاجه، اكتب شيك وانا اديهولك، خدت البالك؟ تمام، انت بقى تختار ايه؟ انت طبعا بالجشع بتاعك هتشوف مين هيديك اكتر، لكن الشاطر بقى اللي هو بينه وبين ربنا بقى، لا انا يهمني في التلاتة ايه؟ الاليمنتال ايرن الموجود في البتاع. لو والله بتاع العربية ده فيه كمية اليمنتال ايرن هي الاكتر، اخده، حتى لو التانيين اغراءاتهم كبيرة، لا انا اخد الاليمنتال ايرن الايه؟ الاعلى، تمام؟ على اساس ان انا اساعد بسرعة امتصاص ال 20% اللي موجودة. طب السؤال المهم جدا بالنسبة لي اهو، اهم حاجة بتحصل من الاير الاورال بالذات هي الجي اي تي ديستربنس. دي مهمة جدا، لانه كتير قوي يقول لك يا دكتور الحديد يتاخد على معدة فاضية، ولا بعد ما ياكل، ولا مع الاكل. هو ان جيت للحق، لو هو على معدة فاضية امتصاصه هيبقى رائع، تمام، لكنه الايرن مشهور بالاريتيشن اللي بيعملها على الجي اي تي. اكتر حاجة هتواجهك انك تدي ايرن يجي لك المريض بألم ايبيجاستريك بين، ويا دكتور اخدت اللي انت اديتهوني دوت وبقيت احس بنوزيا وفوميتنج وعايز استفرغ، لان دي حاجات ارت. اقول له انت خدته ازاي؟ يقول لك على معدة فاضية. اقول له لا، خده immediately after food او with food، يا ده يا ده. ايوه هيقلل امتصاصه شويه، بس مش مشكله، لان انا عندي ماكسيمم نسبه امتصاص هتحصل، هتحصل حتى لو امتصت بالراحه، ما تخافش، الحديد ده هيتخزن في الميوكوزال سيلز، مش كده ولا لا؟ يعني ما تقلقش منه، هتاخده هو هيتخزن في الميوكوزال سيلز بتاعه. الدكتور الشاطر اللي يفرح بجد هو اللي يقعد يكلم، ده انا اعرف دكاتره كبار، تمام، ويقعدوا كده يجيبوا ايه ورقه وقلم ويرسموا، شايف الحديد اللي انا هديهولك هيحصل له ايه، ويرسم له كده ميوكوزال سيلز ويدخل، وده اللي هيمتص وده اللي. انت طبعا هتستغرب الحاجات ديت وتقول ايه، هو انا هدي له كورس ولا هشرح له؟ ده الدكتور الشاطر، ده الشاطر اللي عارف، اللي متمكن من نفسه، اللي يواجه المريض بكل حاجه. انما سلق البيض اللي بنعمله دوت، انا جعان يلا اسلق لي بيضايه ولا اي حاجه عشان اكل بسرعه، ولا اروح اخد تيك اواي من اي مكان، تمام، ده دكتور فاشل.
فانت حدد طريقك خلاص، اشرح للمريض كل حاجه. الحاجات اللي بنقولها دي مهمه، هو هياخده ازاي؟ هيعمل اريتيشن، هتقول انا مالي، ما يحصل له اريتيشن، ما يتحمل بقى نتيجه مرضه. يا ساتر يا ساتر، هيحصل له نوزيا وفوميتنج وشويه بتاع، مش مشكله مش مشكله، هيجي له ايه يعني، ايه ايه المشكله؟ فالجي اي تي ديستربنس يا دكاتره اهم حاجه انا هقولها للمريض، هيحصل لك كذا وكذا وكذا، وتعالى بينا نقلل الجي اي تي اريتيشن ديت، ان احنا ناخد الايرن ايميديتلي بعد الاكل او مع الاكل يا دكاتره. ماشي اهو الجي اي تي ديستربنس اللي بقول لكم عليها، وفيها حاجه مهمه في الامتحان برضو مهمه قوي، لما يبقى عندي هارت بيرن، حرقان حرقان في القلب. الله، هو الحرقان في القلب ولا في المعده؟ في الاستومك بس. ليه؟ عشان انت عندك الايبيجاستريك اير قريبه من القلب، فبنقول حرقان في القلب. هم الناس بيقولوها كده، حرقان في اللي هو هارت بير، نوزيا، ايبيجاستريك ديسكومفورت، الحته ديت اللي فوق المعده، خدت بالك؟ مش مريحاني، مش ابدومينال بين ديسكومفورت، تمام، ابدومينال كرامبس. هنا بقى الحته المهمه بقى، دايريا ولا كونستيبيشن؟ دايريا ولا كونستيبيشن؟ ده ديبند على كميه الحديد. انت خدت كميه كبيره في وقت صغير دايريا، لكن قاعد كل شويه بتذاكر تمرايه تمرايه، هتقولي تمر يا جماعه ده انا بتعب بذاكر، حرام عليكم، خدت بالكم؟ عندي امتحان بكره، عندي امتحان الاسبوع الجاي، تمرايه تقويني تقويني، انا ضعفان انا ضعفان، ويقعد ياخد 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 على مدار فتره طويله، ده تلاقيه كونستيبيتنج. يبقى الحديد الكرونيك كونستيبيشن. الحديد لما اجيب سؤال واجيب لك دايريا وكونستيبيشن، السؤال غلط السؤال غلط، افهم افهم كويس، موجود ايه؟ انا خدت كميه انجستنج، كميه كبيره في وقت قليل قوي، ده دايريا، انما كرونيك يبقى كونستيبيشن. ها كرونيك سي كونستيبيشن، خلاص اكيوت يبقى مش سي، يبقى دايريا. ماشي، اهي دوز ريليتد، وزي ما قلت لك تواجهها ازاي؟ بانك تدي الايرن، خدت بالك، تقلل الجرعه على قد ما تقدر، وتيك ذا توتال دوز يا اميديت بعد الاكل يا ويز ميل، خلاص. طب سؤال، هل الامتصاص هيزيد والسيفيريتي؟ هل الدوز ديبند على السيفيريتي؟ يعني انت عندك سيفير حاله وعندك مودريت حاله وعندك مايلد حاله، هتقول قد دوت كذا وقد ده كذا وقد ده كذا؟ لا مش هتفرق، لان زي ما قلنا في ماكسيمم للابزوربشن. هتلاقي بقى اللون الاسود بقى مع الاير كتير بقى، هتلاقي الستولز السوداء، هتلاقي التيس لونها اسود، خدت بالك؟ يحصل ستيننج للاسنان، يحصل بلاك ستولز من الاير، تمام. وهنلاقي يا دكاتره بقى ايه؟ هنلاقي الحاجات بقى الانتراماسكولار. الانتراماسكولار بقى مين يقول لي بقى انتراماسكولار؟ هو الراتيك على الجي اي تي، يبقى انتراماسكولار اكيد هيبقى بينفول، اكيد هيبقى بينفول، مش كده ولا لا؟ مين اللي كان بيتاخد انتراماسكولار ولكن نوت انترافينوس؟ نسيو السوربتريت، السوربتيت، تمام، السوربتريت السوربتريت ده ما يتاخدش انترافينوس، انما لو يتاخد حاجه انتراماسكولار هتبقى بينفول طبعا، وهتعمل بقى ارتكاريا مكان الحقن، مكان الحقن هتلاقي ارتكاريا، وهتلاقي كمان التهاب مفاصل، ارثرالجيا، الم في المفاصل. ماشي، الم في المفاصل. ممكن بقى واحد يبقى حساس للحديد قوي، عشان كده قلت لك اعمل سنسيتيفيتي تيست. فاقصى صوره للالرجي ايه من الحديد؟ انافيلاكتيك شوك، اللي هي ايه بقى؟ خدناها. يعني ايه انافيلاكتيك شوك؟ انا عايز اختبرك. اه يا دكتور، يعني ايه انافيلاكتيك شوك؟ ايوه، ايه هو السيفير الرجيك رياكشن؟ يحصل ايه قدام المريض فاقول له انت انافيلاكتيك شوك؟ يصير ينفخ كده قدام الناس. يا ناس الله يخليكم، نفسي تطلعوا دكاتره شاطرين، نفسي تطلعوا دكاتره شاطرين. أنا لو ماشي في الشارع وقلت الواحدة بتبيع بندورة بندورة ثلاثة بدينار ثلاثة بدينار، وقلت لها إيه الحساسية يا ماما تعرفي؟ أه وشه يورم. هتقول لي كده، طب أنت كميديكال زيها زي إيه؟ أه السيفير أليرجي يعني إيه؟ أيوه
سيفير هايبوتنشن نتيجه الرجيك ميدييتورز طلعت في الجسم زي الهستامين وزي الاذر الرجيك ميدييتورز، عملت برونكوسبازم تلاقي صدره يضيق وتلاقي ضغطه واطي جدا. فانت وانت بتدي الحديد في المستشفى حقنه الايرن ديكستران ديت ما تخليش الممرضه تديها وانت سبتها كده يلا اديله ايرن ديكستران، انا عندي مرضى كتير في العياده. هذا تصرف صح؟ اشمعنى الحقنه دي اللي تقف على دماغ الممرضه وهي بتديها لها؟ عشان في الرجي. اول ما تديها هتديها طبعا ببطء، وانت اوريدي المفروض تكون عملت سنسيتيفيتي تيست. افترض ما عملتش ومفيش سنسيتيفيتي تعمل في المستشفى اللي انت موجود فيها، خدت البالك والامكانيات ضعيفه، بص عليها وهي بتدي اي هبوط ضغط، لاحظ الضغط، لاحظ المريض بيتنفس كويس ولا لا وهيزرق ولا لا، لانه لو زرق وبدا يبتاس وقفي. وتبدا بقى مين الانتيدوت اوف تشويس للحالات ديت؟ اه يا دكتور برافو عليك، وسقفوا له هذا الدكتور الشاطر، هايل هايل برافو عليك. تمام ده انترافينس. اما انتراماسكولر هتلاقي بقى بين مكان الحقن زي ما اتفقنا، وممكن تلاقي مكان الحقن الانتراماسكولر اللون اسود، اللون بتاع الحقنه كده اسود. تمام طيب انا عندي برضو المحاضره بتاعت الناس اللي هناك ديت لسه باقي دقيقتين ناخد فيها حبه الفوليك اسيد اللي لو نقص هيعمل انيميا اسمها ايه بقى؟ اسمها ايه؟ جاستريك ألسر ميجالو بلاستيك انيميا. طب وايه دور بقى الايه؟ انا هاخد الحته دي بس علشان نعرفها. واحنا عايزين الفوليك ولا عايزين صوره من الفوليك تعمل حاجه جوه؟ عايز ايه انا جوه؟ انا عايز منك يا فوليك اسيد، عايز ميثايليشن للدي ان ايه. انتوا اخدتوا اكيد في البايوكيمستري ان البيورينز والبيرميدين اللي بيدخلوا في تكوين الدي ان ايه لازم اديهم حاجه اسمها ميثايل جروب، يحصل لهم ميثايليشن عشان يبقوا في صوره اكتف، يعملوا لي سلاسل الدي ان ايه، واخدين لبالكم ومن ثم الار ان ايه. فانا عايز حاجه مهمه وحدث مهم في النيوكليس اللي هو الميثايليشن سايكل. هتقولي طب ما الفوليك كده انا باخده فوليك، انت لو شاطر الاكتف فورم بتاعه الفوليك هي الميثايل فوليك، هي الميثايل فوليك. ميثايل فوليك ده انا ممكن اخده على طول ويحل لي المشكله، لانه هيدخل الدم وهيتحول الى ميثيلين اللي هي ما اعرفش C2H5 باين يعني 2CH3 خلاص. المهم الميثيلين هيدخل في السايكل ديت اللي هو بيتحول لميثايونين، ومش عارف بعد كده هو يتحول الى ميثايل، واخدين لبالكم، او الميثايونين يدخل كده في صوره ادينوزايل ميثايل، حاجات كده. المهم خد يا دين البايو كيمستري ده بصراحه ما بحبوش، وحش طعمه وحش عليا خلاص. انا المهم عايز ميثايل جروب تدخل الدي ان ايه وخلاص. ماشي يا دكاتره، عايز ميثايل جروب. فالميثايل فوليت هو الاكتف فور، بس للاسف عشان هو الراتيك على الجي اي تي، واخدين لبالكم، غالبا بناخد فوليك اسيد فوق اهو فوليك، بس الفوليك ده مش هو الاكتف برضو فور. ما انا قلت عايز اجيب في الاخر ميثايل. فايه اللي بيحصل بقى؟ فاكرين بقى الكلام اللي خدناه زمان يمكن في السلفونامايد مع البكتيريا؟ البكتيريا كانت تقدر تخلق فوليك اسيد، هنا لا، الانسان بياخد فوليك اسيد جاهز. تمام فاكرين الكلام دوت؟ المهم هاخد الفوليك واعمل له ريدكشن. ايه مالكم؟ هحوله الى ايه؟ داي هيدروفوليك، وبعد كده اعمل له ريدكشن كمان احوله الى تترا هيدروفوليك. شايفين تترا هيدروفوليك؟ التترا هيدروفوليك يتحول الى صوره مهمه جدا اسمها فورمايل تترا هيدروفوليك، اللي هي الفولينيك، اللي هي ايه؟ الحته دي مهمه في الامتحان، مهمه في المحاضره، مهمه. التترا هيدروفوليك بيتحول الى فورمايل تترا هيدروفوليك اللي هو الفولينيك. انت بقى لو في ادويه بتعكنن على تحويل الفوليك للريديوسد فورم اللي هي الداي ثم التترا، وفي ادويه فعلا شهيره في الفارماكولوجي خطيره ومهمه قوي،
تمام، وخدت واحد منهم مضاد حيوي هقول لكم عليه، لو انا عملت انهبيشن لهذا الباسوي انا اقدر تو باي باس هذا الكلام، ان انا ادي فلان الجاهز، صح ولا غلط؟ تو باي باس هذه الستيبس انت تقدر تدي فولينك، الفولينك اسمه ليكوفورين، تمام. المهم تدي فولينك، الفولينك ده اللي هو الفورمايل تترا هيدرو هيتحول لميثيلين، والميثيلين هيدخل بعد كده في السايكل ديت ويحصل لميثيليشن للدي ان ايه. بكره نكمل يا دكاتره ان شاء الله، بس ارجو الاستمراريه عشان الكورس مزنوق، فان ما سمعتوش هتتعب شويه.